الشطر الثاني من المباراة استهله موسي بكرة ثابتة جانبت القائم. دخول شادلي أيمن أنعش الخط الأمامي لأبناء غليزان، وهنا تسديدة نمديل القوية كانت تنقصها الدقة. الفرص نعم حضرت، لكن أبناء السريع أخلطوا بين السرعة والتسرع فضيعوا المحاولات المتاحة، في حين الأخضر عجالي من جانب الاتحاد حافظ على نمط لعبه بالتمركز في الخلف وانتظار الدقائق الأخيرة لقلب الطاولة على أصحاب الأرض. العشر دقائق الأخيرة من المباراة كانت حاسمة، وبينما بحث الاتحاد عن التسجيل السريع وبهجمة مرتدة ممتازة لمنور عبد الملك يعيد الروح للأنصار ويحرك المدرجات ويحرر الرفقاء بإمضائه للإصابة في الدقيقة 80. هدف أخلط حسابات الاتحاد الذي رمى بثقله للهجوم بغية تعديل النتيجة والتدارك، تاركا المساحات للاعبي السريع الذين تمكنوا من إضافة هدف ثان سجله الطاهر فتح الله، والسريع يكسب الرهان.